واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. شاء المولى درس جوحان يقبل لابي آية تضبات إلى أفر إلى سديت يتضب سورة العراف قصة ينكي وحياها ينقصة دي إنه قد بيسي الله سبحانه وتعالى وحوش يقي قال ذا ريث ثمود ليلى أود الجنيد شام هي مدينة لحضارة واد القرى ولا القط صالح وكذا شيء الله دري سيد أنبياء الله نبأ إلهي نفسي أو كلا سيد الرسوشة ألا كلج عابد ما لكم من إله غيره ولله كلمة لهدين فقد جاءتكم بينة من ربكم حجة إذن تمل حجة سوى معي هذه ناقة الله وهالشيء عليه لكم آية معجزة بإذن تأتوا وحكوا قرتان فذروها تأكل في أرض الله فرها كقال إسكدا يقول كذا إسكدا أغضو ولا تمسوها هتابسيننا بالسوء وحمان فيأخذكم إذا قلت عذاب العذاب أليم أو قبح أما حنوشيا واذكروا واندي بالله سوى وحلي واذكروا حصوصة يعني بالفهم إذ وقت جعلكم ألا إذن كيالي خلفاءكم يقولك أقدم بايا من بعد عاد العادم عاد مركي اللي قبع بي يكون يقولك النحلي أقدم بايا وبرواق يسناق النعمة داس حصوصة وبواءكم ألا وحو إذن دجيي في الأرض يقولك إذن دجيي وقول في عمه إذن دجيي تتخذون واتكسما يسان يسان من سهولها بنانا دينا يقولك يعني أمبورها هين بنانك أنجيتك لهين معها يقولك أبورها لهين قصورا دارا دار بس كسما يسان يسان وتنحتون واتقرنا يسان واتكقر يسان والدليلين يسان قرأوا الجبال بورها بيوتا قريات كالدليلين يسان فاذكروا والحصوصة وكو شكريا على الله ألا نعموين كيسا ولا تعثوها فسادنين في الأرض للك مفسدين حالات فسادين يسان أو شرك إيه حمان إيه معصية للك كبارنا مفسدين حالة مؤكدة بالليل عامل كذا وحبا معنا مدينة الله وعليها يقول أذن نبي صالح الله دي ريه ثمودو الله سبحانه وتعالى نعمة دي نعمة يوحا كميدة هي عاد مركي بابئان إذن كوبر واقعي سنبع للكي اللي إذن دجيه لول وناك سنبع اللي إذن دجيه لول كبرنان كوم بورا ليد أهين دارا دار دار بات كده سنيسان بورا هنا قريات كدو لها سنيسان وقرال كده يعني وقري دولي مركي قرها معلي انت لقا تبير بها لقرية والدليلين عمري قوضا دي رايو غورغا ايديستانو دغخا قفكو اسمو نيمن بو كدوي او كدوي بوقل سنه بوقل كنتو سنه حدو جوغو ورنعمدا الله يدي سي خصوصو افساد كا اسكا دافا او حق را علي واذكروا خصوصتا او كشكريا اذ وقت جعلكم اذن كيهله الله خلفاء اقو وقدم بيه او كخليفين من بعد عاد عذبي وبواكم وحو اذن دجي الله في الارض دلكو اذن دجي تتخذون وحد كسميسانيسان من سهولها بنانا دينا قصور الدارة دارة وتنحتون وكقر إيسان ودلاشان إيسان وتنحتون ونحتك القرال كوي الجبال بوره قرال كفرطة أماه خطة تنحتون وكقر إيسان وي الجبال بوره بيوت قريات كقر إيسان يعني من الجبال بيوت تتمفعول في النغان إيسان الجبال المنصوب بالعزي الخافض وحي من الناول فاذكروا حصوصنا هذا كشكية كعمل فلا ألا الله ألا نعموين كيسا ولا تعثوا فسادينين في الأرض للك الحديث مفسدين حالات فسادين إيسان بركة قصة وحالي ناغصه بندقيا ماءها قصة انتهي مرت تاريخها اللود السيئ وبرارجين ذاتك لبرارجين أيو وعدك استؤو الدم بالسميسة الله سبحانه وتعالى مفسدين بوها قنصنين مكا عقابته هذه وديانه قال الملو وضياشي وحي الهدين الذين كوي استقبلوا كبري ومن قومه صالح قوم في سكمله للذين كوي وحي كوي الاهلين استضعفوا للضعيف صدي يعني الضعفاء المتري وكوى الضعفاء المترين يعني لمن ضد وحي كوي الاهلين لمن توحي نكبد لينا للذين ذا كبد لينا بدل كل من كل آمن رميي ومنهم مستضعفين تكمله أتعلمون من أكتهم أن صالحا صالح مرسل كل الدرئين يهم ربه ربه لك الدرئ مثل هاي سلاس ملو وحويه ورقوا وينه إنه قبنيان أشير بوحسة إن بوحسة أنضمر كتير وياه مركا وحي لهذين كل ضعيف سنة يقو أي ضعيف سنة إلا ضعيفين معها يقع ضعفة كترين إياه وضدك صالح ما إذن لتها إنه مرسل هذين قال الملو وضياشي وحي لهين
الذين كو استكبروا كبري ومن عبادته ككبري وطاعته ككبري وحقه ككبري من قومه تلكئه للذين كو وحيكو الهدين استضعفوا للضعيفيين يعني يعدون بالضعفاء اللي قتريي لمن ضد وحيكو الهدين آمن رميي ومنهم مستضعفين تكمدا أتعلمون ما أكتهم أما لمن ضد آمن رمي منهم قوم صالح كمدا تانوا اللي علي كرا الضمير كقوم صالح كمدا أتعلمون ما أكتهم يعني مع عقيدة سلفي من كذا قتهم ما أكتهم وحوي ما إدلتها يوي مرة ما يستين وي أتعلمون ما أكتهم ومرة ما يستين أن صالحا صالح مرسل كل الدرئي من ربه ربه إلا قدر قالوا مؤمنين كي وحي لهدين إنا أنك بما كي أرسل الله لدري به ماغا صالح الله لدري مؤمنون ومرة ما ينيل به ذا الضمير كاسو ماذا يكون نقوم بما شيء ومر كاسي سالة دي قالوا وحي لهدين إنا أنك بما شيء أرسل الله لدري به شيء صالح الله لدري مؤمنون ومرة ما يسنه جواب تودي وحي أهال لهي مرة ما يسنتي إنه صالح مرسل ياهي هاه بايده لهي الرميسنة مركا رسول لماذا يعرف كل فنيانه إنه في آد أخميسين برسول لماذا اللفت هذه بعشر أعرف كل فنيان قال الذين كوي وحي لهذين استكبروا كبري إنا أنه بالذي في آمنتم آت رميسين به الذي كافرون وكقالوا نبيه في آت رميسين أنه كقالوا نبيه ديدن يعني إذن لم يدمنه إذن كان عقل حمه يعني كوا عن بيليه وحي لهذين قال الذين كوي استكبروا كبري وحي لهذين إنا أنك بالذي كي آمنتم أترميسين به الذين كافرون وكقالون فعقروا الناقة هشي بي قورعين وعتوي ككبرين وكسنتاقين عن أمر ربهم رب قود أمر كيسا إنا كن نقمان وقالوا وحي لهذين يا صالح الصالح هو ائتنا النولا إمو بل كان بما كي تعدنا أدنوغو هنجبيس إن كنت هدات هاي من المرسلين كوالا الدرين فعقروا الناقة وحوي هاشو وحوي هيرد بي صومرتو مركي هاشي كراهيستين واي اقاتين اني هاشو اللي بيسو لما قبلود بي ابابل كسميييو لمن فتالينا بيو ييرينو وحكر دادعيين هاشي بي مركا اقالين ميل مركا عقرو اصلهان وابقنو قوين وي عقرو قورعنا والله استعمالي كرا مركا لما دو يسوق دارينو انتا او قبلين بو منا بقنو قوين منا او قورعيوه مركا هاشي وي قورعين فلاي باس با مركا كسو حاضر في صدح مالموت ثلاثة أيام سوغا اللي كور سوغا بكاسا مفسدين تي سغالكا أها لبدي هاشا قور علي يتضبا كلاو يدوف سدين يعني لأن ننكا كبس وتخلصون في الأرض في المدينة تسعة رهب يفسدون في الأرض فعقروا الناقة هاشي بي قور عين وحوي نبي الله محمد وشاقه إذن بعث أشقاها فقال اللهم رسول الله ناقة الله وسقيها كي هو أيار ده بودي وهاشي كبودي سومالي دو إذن بعثة وحيو تقانا قيل عانها بلن وإذن بعثة لهذا وساسا نركي تريوان يهوري لكن إذن بعثة معنى دو حوي إذ وقت إن بعثة أبوذي أشقها في وغاية دقا بلكها شوية عانا بلنين فأقروا الناقة تهشيب القورعين وعتوا ويكتبرين عن أمر ربهم ربي قد أمر كيس إني قاتان ويكتبرين وقالوا حيني يا صالح الصالح ائتنا النولا إمو بما كي تعدنا أدنوغو هنجبس عذاب كان يوحنا تجيس بلكين ليكون تاتان إن كنت أهدأتها من المرسلين أكو والله دري فأخذتهم وحاقبتي الرجبة للقرير فأصبحوا وحي أهدين في دارهم دقان كودة جهديسة جاثمين كويس كودك دقان جثوم كل قاهان وحوية جلبها يوجي وردولك الله دقوي وكودوا أما تلبا أدعوي الصمالي محلوي نمر جاثمين يوجي تلباها أدعي وتلباها يأفكا أدعي وأفكا قول باماشي والله حراك لهم بألوغي شراء أن دقاق لهم ولا بيجي بولا داعي واحد واقعي واحد لمدنا مالي دقاق مالي هل كاسين نغدين سورة ذكال وحي شيئا يعني صيحة لغو دلي صيحة قوم صالح بارك الله بدا عذاب والي سوء دلي صيحة لغو قيلي يدلك لك قريري وودنه تشوك سدي وكوو دي لهنين والي سوء دلي وادو القرابة يا حيد ماشاسي نبي الله محمد مركو طبوكا كسعدي وماشو يلي بيانا لغم idin ko hooyo ina dhaafiya hadii kale ciqaabti ku waa ku dhacday baa idin ku dhacay waa meel lacnada ku dhacday ina dhaafiya way meel barakeysan ma aha way waa meesha nabiga uu yiri (sallallahu alayhi wasallam) shaam iyo waxa uu dhaxaysaa madina faakhadathum wa haqabat al-rajfu bil-garif fasbahu hayahadin fi darin guriyahooda dhaxdooda dagaankooda dhaxdiisa jaasimeen ku waa afgan bombay ahadeen oo jilbaha iyo afka hore u dhacay fatawalla وكجيت سيدي النبي الصالح عنه مع قوده وكرد قاطع بيكرد قاطعه وكجيت سيدي وسكجت سيدي وذا هذا الكي والله لها ووتشوك سيدي هل كاسو كتشوك سيدي
وقال يا قوم تلك يوم لقد أبلغتكم وان إذن قارسيي رسالة ربي ربي رسول لمديسي وحي ربي إلى الصدر الدين تاهي إذن قارسيي ونصحت لكم وان إذن خير ميري وحوي وان الصافعة يعني إذن سيو خيانة كتير ولكن لا تحبون مجعلين النصحين كون نصحي مجعلين وان نعبتهم مركب حالي هو مركب بابين كذب والنبي الله صالح هذا كان كل يهي بالي ووحي لم تهي نبي الله محمد بدر أصحاب بدر مركي قريت في لغوتوري يعني قوف في لغوتوري ينبغ الله اللي وحري هل وجدتم ما وعد ربكم وقال لي دين يباهي مهشان أنا قوان هلاي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إذنكم مهشان كاسو عمر بن خداب ليه يا رسول الله معاد كلاه لي وابا بخطئه مركاسو وين جوابي من موياني كما مغلق قدين بول هاي لما مركاب النفتال وسوع لينه مركا انتي بابين كدب الله اللي ساسا ظاهرة ولمن قالوا حليه مركي هوري وكان دقائق يساق الله اللي لكن وحام موقته مركي باب ايه ويمرك الله اللي يا قوم فتولى عنه ويسك رجيت تولى عنه فروا كقاده وكان دقائق وقالوا حليه يا قوم تلك يوم لقد أبلغتكم وان إذن قارسيي رسالة ربي ربي رسالة سوان إذن قارسيي ونصحت لكم وان إذن واني وان إذن خير من ربي علمات النقل الأطبيين ولكن لا تحبون مجعل إذن الناصحين كون نصحية وحنا الساحدة أرنع دينا ووح ما يشاهد الدقيوي واللوضا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة لوضو حد قعد في كرتا قمضي يدي هروا أرسلنا اللوضا وحاكلت فعل بادسه قدنا كرتا واذكر لوضا مركب العلف كقوة أرسلنا وان الدخي لوضا النبي الله اللوض إذ وقت قال أكوير القوم تلكي أتأتون الفاحشة حمان تم الله من يسا فاحشة أن عربك لما رين كرينين والله من يسا واللواتكي ما سبقكم إذن كمهر مرن بها فاحشة من أحد قف ومن العالمين خلقك كمدة أحد خلقك كمدة إذن كهر مرين مجر ومرك وغرسي نبي الله اللوضوها نود بن هاران بن آزر سيدا أغسى حيث النبي إبراهيم يا أديركي أهولالك بعد لي مركو النبي إبراهيم عراق خسو هجرو دي بوكالسو هجرو دي مركو النبي إبراهيم قلت دقي فلسطين قلت دقي نوركم فلسطين ليده نبي الله لودنا أردن ماشاء الله دير وكورة وماشاء قطع الله يا الله دير شن مقاله وماشاء دقني سندوما يكمتها يا الله دير قولة دي بقوية مدمر فاحشة دانيكو كفاحشة دو حيكب الله من بالله ليهاي دادو حيهم باري يبرواق فربنا مركو دادك أسو بري الدوني شري وي من شري دادك با مركو اي كراهستين يبليس بابي من يوم حوليه سيئي دين دايان دادكني وحاقو سمعي مركاسي دقروه وحي قانين مه isaga wiil qurux san iska soo dhigay markaas uu mid isu dhiibo yiri waaye sidaas samee halkaas ay fidnadu kaga baxday marka kaga bilaabatay marka inta badan waxa weeye dadka qurabada ah iyo inta badan waxa ku sameyn jireen markii dambe intay ku faaftay iyagii laftoodi dib isu noqdeen oo ragii ragii ku noqday duwarkiina dumarkii ku noqdeen waa faaxisha wax ugu horeeya aan jirin xataa xawayaanku ma sameyn karaan baale wax sidaas sameeyo waxa jira doofaarka iyo dameeraha ya wax sidaas iyo كو الله بيسفولان كليه تلالي حوياك وكيف استداوها واذكر كشيء كيف عليه اما ارسلنا وان دخي لوط النبي الله لوط اذ وقت قال اكول القوم قومك اكول اتاتون ما الله ايمان يسان الفاحشه فما انت ما الله ايمان يسان فاحشه ما سبقكم اذن كما هرين بها فاحشه عربك لما دين لا يهي من احد قفنا اذن كما هرين من العالمين خلقه كمدا انكم اذن كل تاتون الرجال فقال اتغيسان وتشتهون شهوة حسين بعد حسين إسا بوحوي محل حسين ما رجع دين عمرك لقاك عجل جنسي عمرك لقاه رجع واحد حسين ما مركا وحوي ومسألة غريبة وين أول جد هري الله أرجوي إنكم يدكوا لتأتون الرجال رجع أنت جيسان شهوة حسين أر حسين إسا درتير ماشي هوانك لقى حسين له من دون النساء هوانك غيره ماشي الله أقول تلقى إلا إس حسين رجع يضمك إس حسين وارن عدين وح غريبة التمدون بل أنتم يدكوا وحاتهين قوم قوم مسرفون حد بالبي وحول جد الأرض بلتها أنتم يدكوا قوم باتين مسرفون حد بالبي وما كان هيه وما كان ما أهان جواب قومه قوم كيس جواب تيسو إلا أن قالوا إلا قولهم وراهضوا دين مياني أخرجوهم سارة قيس كان سيلو كسارة من قريتكم قال دين كسارة محايل إنهم يجوا ددوية إنهم يجوا ناس ددوية يتظاهرون إسنابيسينية أو إسنابيسينية فاحشة إنهم يجوا إن كتير إسكا ظهيرية وحوية قفك حمانة مركو كتير حمانة بالله في عان
wuxuu rabaa dadkoo dhan inay waxa kula soo biiraan oo wixii xumaanta kula soo biiri waaya ruuxun baa loo yaa loo aqoonsanaya ruuxun baa loo aqoonsanaya ha jawaabtii sidaasay noqotay jawaab qowmi ilaa an qaaluu daasu markaan iciraabayno waa kaanada ismigeedi ilaa an qaaluu ilaa qowluhu waa mastagtii xagga dama maray sidaasay ugu jawaabay wamaa kaana ma ahaanin jawaab qowmi qowmkiisa jawaabtiisu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen un mooyaane akhrijuuhum luut iyo qoomkiisa saara humtu luudii qoomkiisa ee waxay ku noqon qoyskiisa min qaryatikum magaalada ka saara maxaa yeel waa dad falxun innahum iyagu unaasun dad weya tadaharuuna isdahiri oo faaxishadan aan gacanta kula jirin inagu aynu gacanta kula jirno allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala faanjaynaahu waa nabadgelinay luud iyo ahlahu xaaskiisii iyo qaraabadiisii ila mraatahu qofkii dumar ahayd mooyaane kaanad gabadhaasi waxay noqotay min alqaabiriin kuwa cadaabka ku baaqi garoobay alqaabiriin waxa weeye waa nabiyullahi luud waxaa la amray guuri adiga caruurtaada habeennimo guuri habeennimo la guur waxa weeye dibna ha soo eegina meeshii alla idin amrayna taga gabadhii xaaskiisaed way kasoo daba baxday markaasay dib dhowrtay waxay tihi anu reerkaleega ka tegi maaya tiri gabadhuna gabadh baas ba ahayd waa gabadha martidu markay nabi luud u timaado u ilaalayn jirtay oo mare iyo calaamad ay isla yaqaaniin bay u samayn jirtay markaa gabadhii cadaabkii bay ku hadhay wey faanjaynaahu waa nabadgelinay luud iyo ahlow qaraabadiisii xaaskiisii caruurtiisii gabadhay u badnaayeen ila mraatahu xaaskiisii mooyaane kaanad gabadhaasi waxay ahayd min alqaabiliina cadaabka kuwa ku baaqi garoobay waamdarnaa waxaan ku da-siinay ku roobinay calayhim dushooda madara roob nooc gaar ah dhagxaan baa lala dhacay xijaarata min sijiil baa lala dhacay waa roob oo kale waa roob nooc gooniya waxaa dhulkana waa lala goynta saduuma malaku jibriilu saa u qaaday shantii qaryaba yuu hawada geeyey ilaa diiga cidiisa iyo ayda cidooda ay ka maqleen ehlu sumuhu ay maqleen markaasaa xaggan jacalnaa caaliyaha saafilaha waamdarnaa calayha xijaarata min sijiil labada cadaaba waa la isku daray marka waxaa laleeyay dhagxaantu waxay u badnayd magaalooyinka dadka aan markaa joogin oo ka maqnaa iyo dhagxaantu u badnayd oo lala dhacay baa leyy waxa weeye hal ninaa ka maqnaayo baacnusariha ganacsadaha iyo xarumka ku maqnaa makuu ku maqnaa markuu tegay dhagax u diyaar ahaa yaa khalaas yaa lagu dhuftay gan baa laga dhigay saduuma meeshii bad uraysa baxrumayd baa layidhi waa bad uraysa oo wax xawayaanu ku noolaan karaa jirin oo waxa weeye wax cabbi karaa jirin meeshii ilaa hadda waa sidii wey waa bad cajiiba weyaan allah markaa wuxuu yidhi wamdarnaa waan ku da-siinay calayhim dushooda madaran roob nooc gaara wey fandur bal eeg buu ayadi alla leeyahay kayfa siday kaan ahaatay caaqibatu lmujrimiina dambiilayaasha cidhibtood siday noqotay bal cidhibta baleed nabiyullahi maxamed baa lala hadlaya bal dambiilayaashii cidhibtoodu siday noqotay iyo ugu dambayntii siday noqdeen eeg markaa culimmadu waxay yidhaahdeen liwaadka haddii la arko wax noocaasoo kale ah xad ma leedahay culimmada qaar baa waxay dhahen xad soo aroortay ma jirtee waa la tacsiiri kariya laakiin culimmadu waxay u badan yihiin in la xadayo sida zinad oo kale weliba zinada uu kasii daran yahayo waa shuduud jinsi baa la yidhaha waqtigan xaadirka shuduud jinsi baa la yidhaha waa shaad marka culimmadu waxay leeyihin ama muxsin ha aado ha guursado ama yaanu guursanay waa la dili weyna kow baa laga siin weyn xadiid baa ah qofka sameeya iyo ka lagu sameeyo labadaba dila xadiid baa saas labadaba dila xadiid baa saasa wey marka culimmadu saasay u badan yihiin almaamu sheekh culimmada qaarkeed waxay leeyihiin buur sare yaa laga soo tuuri sida inta dhulka loo qaaday dhulka loogu soo riday sida oo kale halkaa laga soo tuuri bay dhahay calaa kulli xaal culimmadu waxay u badan yihiin in la dilayo wuu ka xun yahay sinada wuu kasii xun yahay waxa weeye waa dhibaata wey waa shuduud jinsi ah wax la yidhaha wey allah wuxuu leeyahay fandur bale kayfa siday kaan ahatay caaqibatu lmujrimiin dambiilayaasha cidhibtoodu cajiib wailaa madyana wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa madyana waddanka madyan la yidhaha akhaahum walaalkood shucayba madyankaas waxaa magaalada loogu magac daray madyan binu ibraahim madyan binu ibraahim yaa loogu magac daray marka waa magaalo madyan la yidhaha waa un shaam taasay ka mid tahay qaala shucayb wuxuu yihi yaa qawmi tolkayow icbudu llaha alla caabuda ucbudu llaha alla caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin ilaahu kayruhu alla kayrkii ah qad jaa'atkum waxaa idiin timid bayinatun markhaati iyo xujo min rabbikum bay idinka timid nabiyullaahi shucayb sidii ambiyadii horeba dhihi jireen unbuu isaguna tawxiidka ka bilaabay wax walba tawxiidku ka bilaaban marka bayino wax mucjizadah oo nabi shucayb leeyahay baa layidhi qur-aanka laguma sheegin mucjizadu leeyahay marka bayinadaasi waa isaga lafkiisa isagaaba mucjizada ninkaa dhallinyaradaho noocaasa
وحيابا أن هر الله أرك لا إيمانية أو واحد شيء يو الله كورمية لفتي سام معجزة لكن معجزة جارها نهدو سيدتي نبي موسى وكلاء وقرآن كله شيء شعيب ملبل شعيب مركال كاسوها وإلى مدينة خير مدينة وحان أدرك أخاهم ولا الكوت شعيب شعيب بان أدرك قال وحول شعب يا قوم تلك يو اعبدوا الله ألا أعبد ما لكم إذن مسلمان من إله إله غيره ألا غيرتها قد جاءتكم محايدين من بينة حجعة من ربكم رب دين بإذن كاتمين مركا داد حنبايا هايانو داد عشور تقاديا هايانو دانع سيغا يدك كو خياني ترين عشور تنوي قادي ترين فوفو الكيلة ميزك أوفية واحد ميز إيسان يو الميزان واحد وزن إيسان ولا تبخصوها كان نقصا مننا الناس دادك أشياءهم وحيابها يوتان هكان نقصا مننا ولا تفسدوها فسادننا في الأرض تلك اللحديسة بعد إصلاحها وناجين تيدا كدب وألا وناجيه أو برواقيو نعمسيو رسول الدين الدين كاني كدب إذنكم عسيها كفر السادنين وحال الميسي وحال الميزان وفية تدك أشياده ده هكا نقصا منين أشياده نقصا من تيدا وحيان بنا مدين قفكي ووحي ووطا أتكا عبيسو أتصف فورتن وقبا يعدو وحان قيمه سيناتك قبا يعدو تدك أد نعسيسو مرك هذا يعني أد وحسينيسو أد وحي أدك قيب سنيسي وكلا ناقصة أدسيسو وسيدة سيئلين مركا دادكانو أصحابو مكوس بيهين دادكا عشور تقادة ودادكا عشور توحوي ومدى انت مقالوينكا جبد ديدة إياما يلقار الله سمايستو دادكا وحينا لغولة هين لقاقاتو مركا بحالي دي إسلامكا نحدي سادين لأيغو إسلامكا وحي عشور تي كدرين وحيابو حقها وزكي وحي نوعها لأ عشور تي كلمة لغين بالي oo magac ashuurta waxay ugu magac bixiyeen in zakiyah iyo tadawuc yahay bay ugu magac dareen baa leeyahay oo ku xalaalayeen waxa lagu xalaalayeen ma hayaan Allahu wuxuu rifaa fulka ila miiska oo fiya iyo wal miisana wazanka wala tabkhasu naasa dadka ha ka nuqsaaminina ha ka yareynina ha ka baxsina ha ka ceebaynina ashyaahum ashyaadooda wala tufsiduha fasadinina fil ardi dulka dhexdiisa ba'da islaahiha intay wanaagsanaayti inta la wanaajiyay kadib oo Allah barwaaqeeyay والدين كان يكذب هاي سلاح حمينينا ذلكم صداس إن أدميسك أوفيسان ووزنك أو إذا أنتك خيانين ذلكم تهركاس يقول لعي إن أدميسك أوفيسان وإذا أنتك خيانين يا خير لكم إذن خير بدن إن كنتم مؤمنين مؤمنين هداتهم وحال إذن خير بدن إن إذا أنتك حول هذا كخيانين ميسك إيا وزنك كن نقصا من إفساد إيا معصيو أيضا الله إيمانين الله إلا إساسا إذن خير بدن الله إدبالين marka way khayr banana la taaqo dheedu khayr male afcalu tafdiilku waxa way wuxuu wax la wadaagu keenay marka tan sidoo kale ma aha meesha khayr ma jiray khayrku halkan uu joogaa bay ka dhigantaan daalikum sidaasa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum mu'minina mu'minina haddatihim wala taq'udu ha'ufarisanina ha'farisanina bi kulli siradin jid kulligi tu'iduna idinko u hanjabi dadka oo gulguuli oo jidid gooyaha samaynina wa tasuduna ad ka jeedinaysan an sabilillahi la wadadisa من آمن قفك رمية به شعيب رمية وطبقونها اللطة البيسان لك هذه نيسان طريقة يوجد قلوع على هذه نيسان وتكعب شيء يسان وحق الله عنه كتل ما ميسان وحوي جد كستها فريسان لنا معنى ذو حوي كذت بدن باترين يلاهي فريسان يو حاكمي ذو اللي ليه اسكت داي والدوين كان نبي شعيب ميشو دقيه والدوين كسواق قال الله قطه يلاهي فريسان يا كاتب وحلي هو بينالعي هوتلين وهالرمينين وهالراعين بيكوليهين وجد قويوي idgooyada kale waatan ay cashuurta ku qaadayaan wadooyinka fariisaniina wadada xisiga wadooyinka diinta loo doonanay iyo wadooyinka dadku xoolahooda ay wataan ha u fariisaniina oo sidaas ay yeelina bal dariiqadii fiicnayday allana ad tuqalucan ka dhigaysaan oo ad foorxumaynaysaan wala taqcuduha fariisaniina fi kulli siradin jid kulliga ha fariisaniina tuuciduuna idinko ku ohanjabi dadka oo argagixisaan وتسدون كهر جوكسنا يا دتك عش تسدون مفعول وايد دمبيا تسدون كهر جوكسنا يا عسى بالله لو دد سمن دت كهر جوكسنا يا امنه رمي به بشعيب وتبغونها الطريقه دي الله سبيلك الله وحل دل بيسان اي وجه قلو الله دل بيسان وحفول بعد كدغيسان وذكروا حسوسنا دا كو عمل فلو كو شكريا اذ وقت كنتم ادهيدين قليلا دد ير ادهيدين فكثركم الله اذن بديي ولا نيره اذن كدغي وانظروا ايغا كيف سيدي كان أهاتي عاقبة المفسدين كوة وحفسادية عربتو دبال سيدي نغطي ايه قبال عربتو دبال سيدي نغطي ايه قبال كوانا سيدي لقوليه إلهو إذن بديه سبحانه وتعالى برواقو إذن سيدي دادكي مفسدين تها سيدي نوكالي حق الديدي
ماشي كدن بيين ما تكون عبر قادتان بالالي واذكروا حصوصتا إذ وقت كنتم أضاهدين قليلا ضدير أضاهدين فكثركم ألا إذن بديهي إذن الدنيا وانظروا إيجا كيف سيدي كار أهاتي عاقبة المفسدين كوة وحفسادية عربتون مركوا الحول وإن كان هدي أيهين ضائفة قيب أو منكم إذن في إذن كمدهن آمنوا كوارهم أيي بالذي كأرسلت الله إلى الدريد به الذي وضائفة قولنا لم يؤمنوا آنائهم أينين فاصبروا إسكات كيست حتى يحكم الله إلى ألا كان حكم بيننا لحذين معنوا حوالي هدي أتكال شبتين ودين عسوفاء ويدين وحالده هل كان كوك قبض قبودين حكم كألو ويوحي لسلاوي معنا إن الدين عسوفاء عدام بيها وضحق حق عسوفاء عدام لكن هدي الدين وكال شبتين دي واحد ستان بوا حكم كألوه حكم كالله كو حق فاعين وحكم ونا هو كان عقاب حكم ويان إن كان هدي أيهين ضعيفة قيب أو منكم إذنك إذن كميدي آمنوا كورهم أيه بالذي كأرسلت به إلا إلى الدري وضعيفة قيب إن لم يؤمنوا آنيه فمينين أتكلا شابتين فاصبروا صبر أو أتكيستا يعني مدير سلو ويان معنا حتى يحكم الله إنت ألك حكمه بيننا دحذين وأنه حق إنه حكمه إذن كان بادل في الليد كحكمه وهو ألنا خير الحاكمين هو حكمه ونبك خير بدنيه يعني حكم كيس هو حكم خير بدنيه ونقف لهين ونجور يوحو منا لهين وحي كجوابين قول دي نبي شعيب وصدا لها الليل وحان لوات كيسان كرين ويوهن جبين ووحي لهين دي بدان بكو صارين أما دين تتكسون نقنش الله سبحانه وتعالى.